اهلا وسهلا بيكم، معاكم لينا من قناة وصفاتي واسراري في المطبخ. والنهاردة حبيت اشارك معاكم وجبة العشاء البسيطة بتاعتنا. احنا النهاردة حبينا ناكل فطاير سهلة وسريعة ومبتاخدش وقت، وكمان تكون محشية بحشوة مميزة وطعمها جميل. النهاردة انا اخترت اني اعمل لكم فطاير ال10 دقايق على البوتاجاز بدون فرن، ما بتاخدش وقت في التخمير ابدا، وتسويتها مش بتاخد وقت خالص، وكمان الحشوة حشوة فول الصويا بطريقة مميزة وجميلة جدا. فول الصويا من الحشوات المفيدة ومناسب جدا للنباتيين وخفيف على المعدة، وزي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا في المعجنات وبيبقى طعمه رائع جدا. كملوا الفيديو للآخر، واللي لسه مشتركش ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا الجديد اللي بنزله. وتعالوا نشوف المكونات وطريقة التحضير. ده شكل فول الصويا، انا بشتريه كده من السوبر ماركت، استخدمت منه 2 كوباية. هو بيبقى ناشف شوية، انا بحطه في طبق وبنقعه كده في مية سخنة لحد ما اعمل العجينة بتاعتي. بالنسبة للعجين انا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق، والكوباية اللي انا بستخدمها معيارها 236 جرام، واستخدمت معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ربع كوب زيت نباتي، زعتر وسمسم وحبة البركة، ومية دافية للعجن. اول حاجة بحب اعملها بختبر الخميرة برة، بحط الخميرة والسكر في مج كده وعليهم شوية مية دافية، ادوبهم كويس واغطيهم واحطهم على جنب لحد ما تختمر وترتفع علشان اتأكد من مفعولها. بعد كده هبتدي اخلط المكونات الجافة مع بعض، فهحط معلقة الملح، وحطيت معلقة صغيرة كده من الزعتر والسمسم وحبة البركة، والحاجات دي بتدي ريحة وطعم حلو جدا ونكهة مميزة للعجين بتاعنا. وهخلط المكونات الجافة دي على بعض، وهحط ربع الكوب كوباية من الزيت النباتي، تقدري تستخدمي زيت الزيتون. وزي ما انتوا شايفين كده الخميرة بتاعتي عليت وتأكدت ان هي خميرة ناجحة، هضيفها بقى على الدقيق وازود المج اللي فيه الخميرة كده شوية مية دافية واحطهم، وطبعا المية بضيفه بالتدريج علشان ما تكترش مني. وبعد كده هعجن زي ما كلنا عارفين، انا بلم المكونات وبعجن كويس في الطبق، وبعدين بروح كده على سطح العمل ادهنه رشة من الزيت وعجن كمان كويس. والعجين كل ما تديه عجن اكتر كل ما يديك نتيجة احسن. لو حسيتي العجينة تقيلة معاكي شوية او ناشفة زودي مية، انا عايزاها تكون طرية جدا. وافضلي اعجني لحد المرحلة اللي قلتلكم عليها قبل كده وهوريها لكم تاني، لحد مرحلة العجين ما يمط معاكي. انا هختبر العجين، خدت كده جزء منه وابتدي اكوره كده واشوف المطة بتاعته، انا عايزة لما امطه كده ما يتقطعش بسهولة معايا، وطبعا لما يختمر هيمط اكتر والنتيجة بتكون احسن كده. تمام، هجيب الطبق اللي انا عجنت فيه ادهنه رشة من الزيت كده، وادهن ايدي بالزيت وادهن سطح العجينة الخارجي كده علشان ما تنشفش او تكون قشرة، واسيبها تختمر كده وترتاح حوالي نص ساعة، وطبعا حسب الجو عندك، لو الدنيا شتا سيبيها ساعة كده تختمر شوية. بالنسبة لفول الصويا ده شرب المية وبقى طري جدا، وده بيبقى شكله لما نقعته في المية السخنة. بعد كده هبتدي ان انا اطحنه انا في الكبة، بيطلع قوامه شبه اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. انا هطحن باقي الكمية ونروح علشان نجهز الحشوة بتاعتنا. في طاسة سخنة على النار فيها شوية زيت، وهنزل عليها ببصلة متوسطة متقطعة مكعبات، انا بحب جدا طعم البصل الابيض في الطبخ بيبقى طعمه مميز جدا. هصفر البصلة كده لحد ما ريحتها تطلع، هضيف 3 فصوص من الثوم المفروم. وعلى فكرة فول الصويا بنعمله معاملة اللحمة المفرومة، نفس طريقة التسوية بتاعة اللحمة المفرومة. هقلب الثوم كده لحد ما يصفر هو والبصل، وهنزل عليهم بفلفلاية رومي متقطعة مكعبات صغيرة، تقدري تستخدمي فلفل ألوان مفيش مشكلة، بس أنا بحب الفلفل الأخضر. بعد كده هنزل بكمية فول الصويا بعد ما طحنتها تتقلب مع البصل والثوم والفلفل، وهرش عليها التوابل بتاعتي اللي هحطها، 2 صغيرين من الملح، 1/2 معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا،
وحطيت معلقتين صغيرين من معجون الطماطم، وقلبي المكونات دي كده كويس مع بعض، وهو مش بياخد وقت في التسوية. في الاخر خالص لما الحشوة استوت، انا حطيت كرشة كده من البقدونس والكزبرة الخضراء، بس طبعا انا عندي مجمدة فعشان كده هي كتلة، وحطيت معلقة كبيرة من الزيتون المتقطع شرايح، وده اختياري، تقدري تضيفي كمان الذرة المسلوقة، تقدري ما تضيفيش اي حاجة وتسيبيها كده. ده شكل العجين بتاعي بعد ما سبته يرتاح شوية، هقطعه كده كور كبيرة شوية. لو انتي حابة حجم الفطاير بتاعك يبقى صغير او متوسط، تقدري طبعا تصغري حجم الكور. انا الحجم ده بيديني ساندوتش كبير زي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هخلص باقي الكمية وهرجع لكم. بصوا حبايبي، انا المقدار ده طلع لي 6 كور كده كبيره، انا هغطيها كده واسيبها ترتاح 10 دقائق، وبعدين هاخد اول كوره عملتها وهبتدي ان انا اشتغل بيها. رشي رشه كده من الدقيق على الرخامه وابداي افردي الكوره بتاعتك كده، وانا هستخدم النشابه او المدلاك يفرد معايا ويساعدني في فرد العجين، بس انا مش هرفعه قوي، انا هخلي طبقته كده متوسطه حوالي 4 ملي او 5 ملي. زي ما انتوا شايفين هجيب بقى الحشوة، اخد 3 معالق كبار كده مليانة من الحشوة واحطها في نص الفطيرة بتاعتي، وابتدي كده اظبطها واضغطي عليها بالمعلقة علشان نتني الساندوتش بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتأكدي ان انتي تلزقي الاطراف كويس. وانا علشان اتأكد انها مش هتفتح بجيب شوكة وبضغط عليها كده بالشكل ده، ووزعي الحشوة كده بإيدك كويس جوه الساندويتش، وتعالي علشان نسويها. أنا مش هسيبها ترتاح، أنا هسويها كده على طول في طاسة سخنة على النار، بس أنا اخترت أني أحط الجريل علشان تديني شكل الخطوط الطولية دي، ولازم تكون سخنة وبدون أي مادة دهنية. أنا بسخن طاسة كويس وبعدين بهدي النار وأحط الفطيرة لحد ما تاخد صدمة كده وتاخد لون، بقلبها بقى الناحية التانية كده بالراحة، وهي ما بتاخدش اي وقت خالص، يعني لازم اول ما تحطيها تكوني واقفة جنبها، اوعي تسيبيها وتمشي. شايفين لونها؟ سهلة جدا وممكن نعملها في اسرع وقت. بعد كده انا بحب اديها كده تحميصة من تحت كده، لان الجزء ده بيبقى تخين شوية، وهطلعها بره كده تبرد، وهكمل بنفس الطريقة، هفرد العجينة وهحشيها وهحطها على الطاسة على طول، وبعد كده ارجع لباقي العجين وهعمله كله وهرجع لكم. بصوا حبايبي، دي النتيجة النهائية بتاعتي. عايزة اقولك شكلها حلو جدا والريحة تحفة في البيت، وانا هفتح واحدة قدامكم علشان تشوفوها. انا عايزة اقولك هي من بره مقرمشة شوية، فيها سنة قرمشة كده، ومن جوه بتحسي العجينة او العيش بتاعك طري، والحشوة طبعا حلوة ومليانة، حقيقي طعمها حلو جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ان عجبتكم ما تنسوناش من اللايك والكومنت وشير مع اصدقائكم، واستناكم ان شاء الله في وصفة جديدة.